خلف أسوار البلدة القديمة في العاصمة الليبية طرابلس، يمارس حرفيون عملهم في ورش داخل سوق القزدارة، حيث ينتجون مشغولات يدوية مختلفة من النحاس والقصدير والذهب والفضة. كثير من هؤلاء الحرفيين تعلم الحرفة في الصغر من أبيه الذي ورثها بدوره هو الآخر عن أبيه، والصانعون فيه الذين يطرقون على القدور والصفر، تسمع وأنت تمر بجوارهم صوتا منغما كأنه يخبرك بأن لليبيا تقاليدها العريقة القادرة على الثبات والتحدي، وأنها أقوى من كل أزمنة الحرب والأزمات، لكنها تشكو من نضوب المواد الخام، فيتصاعد القلق على مستقبل السوق الذي تعود الحرفية فيه للعهد العثماني إلى ما قبل 200 عام ويزيد. الاسم مختار رمضان الحايسي، طبعا احنا موجودين داخل سوق الجزارة داخل مدينة القديمة طرابلس. السوق طبعا مهنة بتاعها ونشاطه بتاعها اللي هو الطرف والنقش على النحاس، فالطرف اللي هو التشكيل زي ما نخدم فيه نهلة المساجة، أواني النحاسية، أواني الطهي بالكامل، والنقش زي الأستاذ بجنبي هو يوسف طبعا هذا نقش. السوق طبعا عمره يرجع للعهد العثماني الثاني، صار فيه رواج، فيه العديد من الصناعية، كانوا عندنا عديد من العائلات الليبية تشتغل في داخل السوق. حاليا للأسف لم يتبقى إلا بعض قليل من الحرفيين اللي قاعدين متماسكين طبعا بالحرفة العادية، حبهم فيها وتوارثهم لها. السوق يعاني حاليا في فترة ركود ملاحظناهاش قبل طول السنوات السابقة، لأن عدد أسباب. أول سبب اللي هو نقص المادة الخام، عدم التشجيع، ظروف اللي مر بها فترة الكورونا ووضعنا العام من ناحية سياسية كلها والسواح، قلة السواح، هذا أثر تأثير مباشر للرواج والبضاعة الموجودة داخل السوق. الترويج حاليا الحمد لله ما نقولش ما فيش رواج، رواج بس بسيط جدا لنا داخلي محلي، تسويق محلي، الإقبال عليه طبعا في إقبال، الناس ما فيش حد بيحبش الصناعات التقليدية، وبالذات الشغل اليدوي، المشغوليات اليدوية لها إقبال حتى عالمي. نقص اللي احنا نقول المعارض، نقص التشجيع، نقص الأمور هذه سبب ان بعض الحرفيين صار لهم عزوف عن الحرفة هذه، لان تحتاج منا لجهد وتحتاج منا لوقت وصبر ودعم. الدعم احنا بالنسبة للدولة للأسف من السابق وحاليا ما تلقيناش اي دعم الا عن طريق قنواتكم موجودة في القنوات العامة للتوضيح والإرشاد وتوصيل الفكرة، لأن فيه العديد من الناس يقول لك وين يجي سوق القزدارة ولا القزدير ولا شنو هو؟ هو سوق القزدارة نسبة للمادة القزدير اللي تطلي بها الأواني النحاسية، وهي مادة طبعا نقية، في اللي يقول لك لا النحاس سام، لا بالعكس النحاس سام إلا ما يكون مطلي أو ليه طبقة القزدير هذه منتهية، فهنا نقول إحنا إن في مادة هي الزربيق أثر مباشر على الصحة، ولكن مادة القزدير نحضار موجودة حتى بداخل إحنا نقول المعلبات اللي ناكلوا فيها إحنا مطلية عبارة عن زيت مطلية بمادة حافظة داخل، هي هذه المادة إحنا بنطلقها لها هي القزدير. المهنة طبعا تعلمناها احنا على أبهاتنا وجدادنا، احنا طبعا عائلة الحايسي من العائلات القديمة اللي موجودة داخل سوق الإزدارة، توارثناها أبا عن جد. وجودنا حاليا فيها لحاجتين، أول حاجة من ناحية نشكو فيها تقدر تقول جزء ولا جزء من هوية العائلة أو من ذات النفس الشخص من ذاتها، بحيث ان احنا نتوارثوا فيها خوفا على انتدارها وحبنا لها بالفعل يعني. وتاني حاجة راهو لو انك ما تكونش حتى هوايتك ورغبتك في 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 مزاولة المهنة متاعك مش حتنجح، وهذه الحمد لله احنا من خلال وجودنا وعملنا داخل السوق طورت الحرفة، تغيرت فيها تطوير وصار في اندماج بين الحرفيين في مشغوليات الطرب والنقش الاثنين مع بعضهم. للأسف نتمنى من جهات الاختصاص ومن الجهات العامة ومن الناس اللي هم دور كبير في حمايتها ومساعدتها، لو مريتي وشفتي انت جولتي داخل السوق يعني طول حاليا حوالي الساعة 11:30، قلة ما يكون إنه إنسان مار، مش حتى إن إنسان بيشتغل ولا إنسان طالب طلبية،
فهذا ركود عالمي موجود حاليا، ولكن للاسف الهويه، لان احنا الحرفه هذه راه هويه من التراث التقليدي او اللي احنا نقوله الاشياء اللي تمسنا بدرجه مباشره، لان فيها تقليدنا وفيها عاداتنا وفيها رسوماتنا وفيها مناظر اللي موجوده تو النقش تلقى فيها العديد من المناظر داخل مدينه طرابلس وخارج مدينه طرابلس، ورساله يبعثها الحرفي بيديه للاجيال القادمه بيوضح لهم فيها جمال مدينتنا وجمال بلادنا ومقتنياتنا وهويتنا. انا طبعا يوسف علي شبشين، وتعلمت الصنعه هذه من والدي طبعا وراثه. بالنسبه للصنعه هذه صنعه نقش الاواني النحاسيه والزخرفه، وتخش حتى مجال الطرق. بالنسبة للصنعة هذه تتكون يعني تبدأ بالمناقيش، هادو احنا نقولوا المناقيش، فيه منقاش الضفر وفيه منقاش الزنزير وفيه العين وفيه البكلاوة، كل منقاش متخصص لي شيء معين للزخرفة. طبعا المنقاش والدابد والدكماك هذه مجال خدمتنا احنا. محملون بأشواق الآباء والأجداد، بدأ البعض منهم العمل في السوق في سنواتهم الأولى، وقد تفتحت قلوبهم في حب المكان بإيقاعه الساحر الممهور بالنقوش فوق أطباق وأواني النحاس والفضة والقصدير. طبعا في نقطة أخرى وهي حاليا ننظر فيها احنا من أسباب زعزعة المناخ السوق، يعني احنا نخدموا في مناخ مش مهنا للعمل. علاش؟ لو احنا طلعنا برا من تحت ميدان الساعة اللي هي الساعة برج الساعة، فرأينا نرى أشخاص يقوموا بأعمال يعني للأسف غير قانونية، بمعنى ان السوق السود احنا بصريح العبارة. فالتكتل هو سبب ازدحام هدايا، سكر عنا منافس السوق، مما أدى لشنو؟ مما أدى يعني الإنسان ما يقدرش يوصل أو يوصل الشخص، يعني خدمتنا يعني شكون نخدم؟ احنا نخدم امهاتنا وابهاتنا والناس الكبيره والعائلات اللي بتجي تتفرج على الصناعه التقليديه والناس اللي بتزور، فاللي ما يقدرش يوصل. علاش؟ لان الوضع غير مؤهل لينا. فالسؤال احنا وينك يا بلديه طرابلس من الموضوع هدايا؟ الناس اللي ليهم ويعرفوا بلديه طرابلس بالاسماء بالاشخاص، وهذه معلومه واضحه احنا نقولوا فيها بكل شجاعه، احنا ما عندنا علاش خايفين. نقولوا لك يا بلديه طرابلس انت المنقذ للأسواق داخل مدينة طرابلس، وجهات الاختصاص نفس الشيء بطريقة تحمل حرفية. احنا للأسف حتى لما تتحرك البلدية وجهاز حرز البلدي، فللأسف احنا تقل وين يجي علينا احنا؟ يجيك انت الحرفي، لانك انت موجود دائم 24 ساعة، فيطلبوا في أشياء من حقهم من ناحية تراخيص، من ناحية أمور من حقهم، لكن انت أهل للوضعية اللي تساعدني هنا للعمل، وبالتالي من حق تطلب، وحنكون احنا في باب المسؤولية. فصراحة بلدية طرابلس في السابق قدمت لهم من ناحية إعلامية ومن ناحية توضيح وتسهيل أمور معينة من ناحية تراخيص وأمور إدارية يعني، لكن نتمنى صراحة نتمنى أن تتحرك جهات الاختصاص عن طريق بلدية طرابلس، لأن طب بلدية المرقس أن تهتم لنا شوية بالوضع الخارجي للأسواق اللي موجودة، اللي احنا نقول الباعة المتجولين اللي بطريقة غير قانونية. أثر ترى لو المشكلة هذه موجودة على سوق الإصدارة، سوق الرباع، سوق البشير، سوق الترك، هذه كلها طبعا أسواق أعمالهم كلها أعمال يدوية، مقتنيات يدوية من حرير، من فضة، من نحاس، من ذهب. فللأسف سببت ركود لنا، وإن شاء الله نكون احنا استوفيناكم بالنسبة للمعلومات هذه، وسامحونا كان احنا وصلنا شيء ربما يكون يمس لأفراد معينة، في يقول لك أنا قدها أرزاق، لكن لا يا صديقي، هذه ليبيا للجميع والأسواق لجميع ليبيا، وإحنا طبعا موجودين الحمد لله، قاعدين نمارس في مهنتنا داخل أسواقنا في محلاتنا بالمستطيع بالإمكانيات البسيطة اليدوية اللي زي مش محتوها، يعني لا عندنا ماكينات ولا عندنا تكنولوجيا عالية، بالعكس إحنا نواكبه في العصر باللي نقدر عليه بإمكانياتنا البسيطة. وشكرا لقناتكم،
وإن شاء الله وصلنا لكم المعلومة اللي تبحثوا عليها. ففي هذا السوق ليست فقط المشغولات اليدوية التي تأخذ الزائر في سحر تفاصيل الصغيرة المشغولة بإتقان وشغف، إنها الروح أيضا، الروح العابقة بالأصالة الممتدة في عروق السوق منذ قرنين وأكثر. ففي كل بيت طرابلسي أثر جميل من القصدارة، وفي بيوت الزوار والسياح وفي قلوبهم أيضا محبة صادقة للمكان، وفي أسماعهم صوت المطارق الذي أصابهم بألفة مبغضة. سوق القصدارة هو الشارع البسيط الذي تملأه نغمات طقطقة يمكن أن تسير على خطاها ببطء وسرعة يحددها صانع القدر، وأهلة المساجد والأواني النحاسية والفضية شارع يحذرك من إدخال تقنية قد يفقدها شيئا من تلك الروح الجملية الذي يغرسها يد الفنان في معالجة المفردة وتشكيل المادة. هو شارع يقع بالمدينة القديمة بطرابلس.